بس معلش مرقولك المايك. أول شيء مرحبا، أنا اللي بدي أحكي إنه بالنسبة إلي أنا كطالبة بشك كتير إنه يكون فرصة العمل سهل وجودها، بمعنى شو إنه تخصصك أول شيء؟ أنا صحف وإعلام قسم تلفزة، بمعنى إنه أنا في دفعتي عدد كبير من طلاب الإعلام المتخصصين تلفزة، كلنا بنتخرج بنفس السنة، ما في أبدا مؤسسات عندها قدرة استيعابية تستوعبنا كلنا، وإذا تم استيعابنا ما رح يكون في مجالات تخصصنا. اللي بيكون عنده طول طول هو بالجامعة رؤية إخراجية أو رؤية في كتابة السيناريو أو أمور بده يعمل على تنميتها من خلال العمل، بيوجد نفسه إما مصور أو حتى مساعد لمصور، لمجرد إنه أنت بدك تعمل عشان تعمل مش عشان أنت هذا اللي درسته. أمر تاني أنا لعلها هي نقطة نقد لحياتنا أو لمجتمعاتنا، إنه إحنا نحكي عن الطالب أو عن الشاب الخريج اللي بده يتخرج ويشتغل، لما بيروح يقدم طلب أول شيء بينسأل شو معك خبرة، مش أقل من 5 سنوات، مش أقل من 3 سنوات، معناته أنت مش عم بتدور عن طالب أو شاب، أنت بتدور عن واحد إلى فترة طويلة. فبالتالي الطلاب هدول اللي بيروحوا على البطالة أو نحن لما بدنا نتخرج رح تواجهنا هاي المشكلة. شكرا لكم. عفوا، في حدا عنده كمان قبل ما نتوجه؟ كان في سؤال، تفضلي. سامية صلاح الدين، إعلام وتلفزة، جامعة القدس. أنا بدي أحكي إنه أنا كمان بالنسبة لتخصص الإعلام والتلفزة، إنه في كثير طلاب تخرجوا والآن ما بيعملوا في مجال الإعلام، يعني بيعملوا في مصانع أدوية، في محلات ملابس، حتى يعني الأشياء الثانية اللي بيقدروا يعملوا فيها في مجال الإعلام التفريعات الثانية ما بيقدروا يعملوا فيها، لنفس الحكي اللي حكتها زميلتي إنه بدهم خبرة وبدهم أشياء ثانية اللي هم يعملوا فيها. يعني أنا بحكي إننا إحنا في الدائرة هون نأخذ كثير دورات، يعني كأنها تأخذ في مجال الخبرة، نأخذ دورات كثيرة ومكثفة، ومنتخرج من هون يعني بدنا يعني الطالب الجغرافيا والهاي ممكن يلاقي شغل قبل ما إحنا نلاقي. فأنا بدي أحكي للأخ الأستاذ عبد المجيد إنك أنت حكيت إن إحنا لازم نوجه الطالب شو يدرس. أنا بحكي إن الطالب إذا ما كانش الإشي نابع من نفسيته إنه هذا بيحب هذا الإشي ما رح يبدع فيه ولا رح حتى يكون أصلا موفق فيه. فإحنا دائما لما بدنا ندور على الوظيفة اللي إحنا ندور فيها إن نشتغل فيها لازم نكون إحنا أصلا مبدعين فيها عشان نقدر نعمل فيها. بس في عنا أي كمان أراء؟ دكتور عبد المجيد، إذا بنرجع شوي نحلل هاي مشكلة إنه كل إحنا عم نلاحظ سنوياً، يعني ممكن نرجع نحكي عن البعد الاجتماعي هون اللي حكينا بأول حلقة مع المهندس زياد عنه، اللي هو إنه منلاحظ كل سنة أو كل فترة معينة توجه لدراسة تخصص معين دون التخصصات الأخرى. يعني مثلاً في أعداد كبيرة بتتخرج إعلام، في أعداد كبيرة بتتخرج تجارة، بالمقابل في كليات تكاد تخلو من الطلاب، يعني في كليات بيكون فيها طالب أو طالبين. طب وين المشكلة هون؟ يعني زي ما قلت أنا، يمكن الأستاذ زياد إحنا اشتغلنا مع بعض فترة طويلة وهو من كبار المختصين، هذا ليس مجاملة يعني. فإحنا يعني هذا الموضوع بناقشينه على مدى مئات من الساعات. المشكلة يعني ما بتنحلش بحلقة تلفزيونية، بدنا نوضح الموضوع. لا احنا مش جايين نحل المشكله، احنا جايين نسلط الضوء على المشكله، بدنا نلقي الضوء عليها، وهذا تمام يعني، وهذا هو دور الاعلام يعني الحقيقه، وهذا كثير كويس يعني. هلا سوق العمل، خلينا يعني نعيد ترتيب الموضوع قليلا. سوق العمل قدرته الاستيعابيه اقل من فائض قوه العمل يعني. هلا لازم الخريج يكون قد درس شيء هو مقتنع فيه زي ما حكت الزميله قبل قليل، ولازم في نفس الوقت مش بس يعني اختياره يكون على أساس أهوائه الخاصة، وإنما مدى يعني تسويق هذه المهنة التي درسها. يعني لا فائدة من دراسة لا ترضي إلا مرور الشخصي، ولا فائدة من أن أدرس شيئا لأن السوق يريدها وليس لدي أي رغبة به يعني. هذه هنا لازم نوازن بين المسألتين، بس الموضوع لازم الآن يتكرس بطرق مختلفة. يعني على سبيل المثال نحن بنقول إنه المجتمع الفلسطيني في كثير ناس من المعوقين، وبنقول المؤسسات لما بتوظف لازم تحط معوق، واللي طرحته مثلا الزميل الثاني إنه بنروح عليهم بقولوا لنا 5 سنين خبرة. طيب إحنا منقدرش نعمل على سبيل المثال إنه والله أي مؤسسة بتوظف 5 إلى 10 إلى 15 إلى 20، انه انا اوكي انا ما بمنعك انه انت توظفي 20 واحد، بس بدي افرض عليك توظفي 2 أو 3 جدد يعني مش على خاطرك برضو. انا وين بدي اروح يعني بخرجي لي
انه اذا انت بدك تتعامل انه بس بدك خبره 10 سنوات، طب امتى هذا بده يتاح له فرصه انه يعني على سبيل المثال. هذا احد الامثله اللي من خلالها، الاليات اللي من خلالها احنا ممكن يكون عندنا ابداع بالتفكير. شغله اخرى، انا بعرف هو بيروح على مثلا خريج التلفزه، هاي بقول لك ممكن يعمل مساعد مصور، تمام. بس انا لو اني بين مرحله التخرج وبين مرحله الذهاب الى سوق العمل، بحط البرامج الكافيه لاعاده تاهيله بحيث يصبح قادرا على الاندماج بسوق العمل والانسجام مع متطلبات سوق العمل بصوره اكثر سلاسه واكثر فعاليه، لا انا بكون قطعت شوط كبير على طريق انه هذا الخريج او هذه الخريجه يعني تلاقي فرصه عمل. نقطه ثالثه، لماذا لا اقوم انا كدوله كمؤسسه بتدريب هؤلاء الناس؟ يعني هلا بالبلدان المتقدمه شو بتعمل؟ البلدان المتقدمة أنت كمان لما تخرج من الجامعة ما بتلاقي شغل على طول مباشرة، يعني ليش؟ لأنه ثمة فرق موضوعي مش إحنا عم نفتعله ما بين التعليم اللي أشار إليه الأستاذ زياد قبل قليل اللي إيه، وهذا هو دور الجامعة، وما بين متطلبات سوق العمل. دائما سوق العمل ينمو بوتائر أعلى بكثير من قدرة المناهج التعليمية على المواكبة. يعني ثمة فرق موجود بالواقع مش إحنا مفتعلينه، هذا موجود في كل العالم. كيف العالم بسد هذه الثغرة؟ بواسطة التدريب وبواسطة التوجيه، ولكن أيضا بواسطة برامج متكاملة منهجية تعد الطالب الخريج للدخول السلس لسوق العمل. يعني إذا كانت مهمة يعني خلينا نقول الحكومة الفلسطينية على سبيل المثال صعبة من ناحية الإمكانيات المادية، بس مش لازم تكون صعبة من 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 حيث إمكانية التدريب على سبيل المثال. هذا اللي بدنا نناقشه هلا مع راح نناقش مع الأستاذ، بس بدي أضيف كمان في هناك مؤسسات تقوم بعمل آخر، إنه أنا خريج جديد أوكي بوديه ليتعلم في مكان العمل. المؤسسة اللي بدها تاخده مشان يتعلم في مكان العمل بتقدرش تدفع مصاري راتب كامل لإله، بس الحكومة بتقدر تساعد. شو بنعمل؟ نحن بندفع جزء من راتب هذا الخريج، المؤسسة اللي بتدرب لديها بتدفع جزء بسيط وهذا لن يثقل كاهلها بالمعنى الاقتصادي. في هذه الأثناء الطالب بتدرب في مجال تخصصه، المؤسسة لها خيار أو لها حرية الاختيار بعد سنة من التدريب إن رأت بأن هذا الخريج قد اكتسب مهارات كافية وأصبح يعني من الناس المطلوبين لطبيعة العمل اللي بيقوم فيه، بصير عملية أيضا إدماجه في سوق العمل أسهل. أقصد بأن العملية تحتاج إلى برامج متكاملة. هناك وعي نظري بهذا، وهناك تفهم شديد لدى المؤسسات بضرورة يعني أن نقوم بكل هذا، ولكن مشكلة ولكن الإمكانيات شح الإمكانيات أحيانا يحول دون ذلك، وفي هناك عوائق أخرى ذاتية وغير ذاتية. لكن صدقيني بأن هناك وعي كافي في وزارة التربية والتعليم العالي وفي وزارة العمل وفي وزارة التخطيط ولدى مجلس الوزراء بضرورة أن العملية تتحول بهذا الشكل المنهاجي المتكامل. للأسف الشديد يعني ما عم نقدر دائما نوصل للنتائج، وإذا صار وإذا أتيح لي فرصة أخرى رح أحكي شو هي الأشياء اللي ممكن نعملها إذا بنصدر العمالة إلى الخارج، وشو هي الطريقة اللي ما تأثر علينا سلبا، لأنه ربما نحتاج إلى ذلك. بس دعنا يعني بس نسمع الأستاذ زياد. أستاذ زياد، يعني كتير بنسمعها جملة من كل الخريجين إنه اللي تعلمناه إشي وسوق العمل إشي تاني. وين تكمن المشكلة في هاي الجملة إذا بدنا نحكي، وإذا بدنا نحكي أكثر بالتفصيل عن دور الوزارة في تأهيل هدول الطلاب الجدد، في دمجهم بسوق العمل، في تأهيلهم دعنا نقول أكثر لمواجهة حياة العمل؟ يعني هو الدكتور عبد المجيد جاوب جزئياً على السؤال، إنه لم يكن بأي يوم من الأيام سواء في فلسطين أو بالخارج، ونحن على اطلاع على النماذج العالمية المعاصرة، دول متقدمة، دول منظومة مجتمع ثالث يعني تشبه المجتمع الفلسطيني، دائما